رحيم أثناء المشاركة في برنامج الإخوة الذي يشرف عليه الاتحاد العمال للدرجات الهوائية. سعدت أن ألتقي بأخوة الكرام. لي اسم الكريم فهد الغاربي. من أين أخ فهد؟ أنا من مسقط. ما شاء الله. ما الهدف من اختيار هذا المكان للسباق؟ طبعا احنا اخترنا المسار هذا يسمى الدراجات الجبلية في موقعنا في ولاية بدبد في منطقة فنجة. كونها من فنجة تتميز بجبال جميلة، ونريد نعكس المكان السياحي لفنجة المنظر الجميل. هو اختيار الموقع الجبل هذا اليوم ليكون هو مواجه جامع السلطان قابوس في فنجة. ما شاء الله. ما درجة صعوبة هذا المسار برأيك؟ والله هو صح من أصعب المسارات في الدراجات الجبلية، كونه يتميز يقول لك في نزول من حدر الحاد، لكن كثرة ممارسة وكثرة التمرين وكثرة اختيارك الدراجة المناسبة في المكان المناسب ما في شيء صعب. هل هناك يعني مستويات متعددة لسباقات الدراجات الهوائية؟ نعم، هناك مستويات. عندنا اللي هو مستوى الدرجات هو الشباب، يكون عندنا في الشباب عندنا اللي هو من سن 14 إلى 23، وفي عندنا من هو الشباب اللي هو من 25 إلى 35، وفي عندنا هو الكبار اللي هم من 35 إلى ما فوق. نعم، هذه المستويات اللي تكون تنزل منافسة في البطولة. نعم جميل. رسالة ونصيحة تحب أن توجه لي من يشارك في هذه السباقة؟ والله هي أتمنى الحضور في هذه المسابقات والبطولات، هي أن إحنا موجودين في هذه البطولة نسهل لهم كل ما في هناك يعني صعوبة. نعم، فأتمنى من الكل يحضر ويشوف لو هذه المسارات في الطبيعة هذه اللي هي تبين المسارات في الجبال. إنزين، راح تعطي روح وثقة وكثير مفيدة للجسم الإنسان، يعني للشخص هذا. جميل، جزاك الله خير. سعيد بالحديث إليك، بارك الله فيك. ونحن سعيدين بوجودك يا أخي. الله يحفظك. أنت شرفتنا. أنا تشرفت وسعيد. من ولاية نزوة. الله يحفظك. الريامي. إيه نعم. صراحة أثلقت قلوبنا ووجودك على هذا المسار الجميل يعني. الله يحفظك. جزاك الله خير. سعيد. سعدت وهذاك ما شاء الله تعلمت منكم الكثير. أيوة. بارك الله فيك. الله يحفظك. الله يحفظك.